طيب الله أوقاتكم مشاهدينا، وهذه تغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية لأبرز المستجدات على الساحة الإقليمية ولا سيما التطورات في لبنان. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري. أفاد موقع أكسيوس، وهذه مشاهدين مجموعة من اللقطات الحية التي تأتينا مباشرة من الضاحية الجنوبية، حيث تتصاعد أعمدة الدخان والنيران والتي توحي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة في غاراتها واستهدافاتها التي لم تتوقف يوميا منذ فترة وحتى الآن. وهذه مشاهدين مجموعة من اللقطات التي تأتينا مباشرة من الضاحية الجنوبية. وكان مشاهدينا قد أفاد الإعلام اللبناني بأن الاحتلال شن غارات على بلدتي دورس وبوداي في بعلبك شرقي لبنان. وفي الجنوب أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتعرض منطقة شبعة والقطاع الأوسط لغارات جوية عنيفة من جيش الاحتلال. كذلك نسفت قوات الاحتلال أحياء سكنية في عدة بلدات لبنانية من أبرزها كفر كلا والعديسة وطيبة ومركبة بعد مقاومة للتوغل الإسرائيلي في تلك البلدات. وأكد مراسلنا أن بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان تشهد مواجهات عنيفة بين حزب الله وقوات الاحتلال. كما تشاهدون على الشاشة فتتصاعد أعمدة الدخان البيضاء والتي توحي بأن قوات الاحتلال تمارس استهدافاتها وغاراتها المستمرة والتي لم تتوقف. كذلك أعلن حزب الله تنفيذ 9 عمليات ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال، وهذا على الحدود مع لبنان خلال ساعات الليل. وأفاد الإعلام اللبناني بأن الاحتلال مشاهدين شن غارات على بلدتي دورس وبوداي في بعلبك شرقي لبنان. وأما في الجنوب أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتعرض منطقة شبعة والقطاع الأوسط لغارات جوية عنيفة من جيش الاحتلال. وكانت قد نسفت أيضا قوات الاحتلال أحياء سكنية في عدة بلدات لبنانية من أبرزها كفر كلا والعديسة وطيبة ومركبة بعد مقاومة للتوغل الإسرائيلي في تلك البلدات. وأكد مراسلنا أن بلدة عيد الشعب جنوبي لبنان تشهد مواجهات عنيفة بين حزب الله وقوات الاحتلال. وهذه مشاهدين مجموعة من اللقطات الحية التي تأتينا مباشرة من الضاحية الجنوبية، حيث تتصاعد أعمدة الدخان البيضاء في سماء الضاحية الجنوبية والتي تعكس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستمر في غاراتها واستهدافاتها التي لم تتوقف. وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مشاهدين في لبنان اليونيفال قالت في بيان أن الجنود باقون في مواقعهم رغم الضغوط التي يتعرض دون لها. وكانت مشاهدين اليونيفال قد أفادت بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال هدمت عمدا برجا للمراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة في مروحين في جنوب لبنان. وأضاف أيضا بيان اليونيفال بأن انتهاك موقع للأمم المتحدة يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرار أيضا مجلس الأمن. ومع سيطرة العدوان الإسرائيلي على المشهد في لبنان تجد في المقابل يعني براءة للأطفال وابتسامة الأطفال النازحين، وهناك ما زال أمل بالرغم من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافاتها وكذلك أيضا
تستمر في غاراتها التي لم تتوقف. وينضم إلينا من بيروت جورج عقوري الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. في أحدث تصريحات بنيامين نتنياهو قال لن يردعنا شيء حتى النصر وسنواصل القتال حتى بعد مقتل السنوار. فكرة النصر عند بنيامين نتنياهو ما هو مفهومه؟ في الحقيقة يعني فكرة النصر عند بنيامين نتنياهو كما هو يعلن هي أن يتم ضبط منطقة الشمال، أن لا يعود حزب الله يشكل أي خطر على سكان إسرائيل، هذا من حيث المبدأ العملي. أما فكرة النصر الإيديولوجي فهي البعض يقول أن هناك أجنحة تحن إلى مشروع من الفرات إلى النيل، ولكن لنكن عمليين، اليوم المعركة بالنسبة لنتنياهو كما هو قال هي حماية منطقة الشمال. اليوم تتطور المواقف بعد سنة هدرت بما يتعلق بالمساعي الدولية والموفدين وتحذير لبنان من ضرورة السير 1701 وتلكؤ لبنان طيلة يعني لبنان الرسمي هنا عنيد طيلة تلك الفترة. ها نحن اليوم أمام مرحلة تصعيد جديدة قد يكون سقفها أعلى بالنسبة لنتنياهو، ترتبط بتأكد من أن لا قدرة لحزب الله أن يشكل خطر عليه، ليس فقط عزله في المنطقة الحدودية كما كان سابقا، بل لا يشكل خطر عليه على مساحة الوطن. فكرة زيارة هوكستين للبنان حاليا ما المتوقع منها؟ يعني هل سيأتي محمل بمطالب معينة؟ المرجح يعني كما بات معلوما أن هناك طرح 1701 زائد بلاس، وهذا الأمر يعني قد يكون يرتبط ب إمكان استمرار التحليق الجوي الإسرائيلي فوق لبنان من أجل مراقبة أي حركة وبتطوير دور قوات الطوارئ، فلا تقتصر حتى عملها على الجنوب بل يشمل أيضا الحدود مع سوريا التي تشكل الشريان الرئيسي لكل خطوط إمدادات حزب الله. يرجح أن تكون هذه هي النقاط الإضافية، بالإضافة إلى تطوير دور اليونيفيل والجيش في الجنوب ليستطيعا أن يتدخلا حيث يجب لقمع أي مخالفات يقدم عليها حزب الله. متى يمكن؟ هذا هو المرجح. اليوم هو يأتي وقد تكون الزيارة الأخيرة له عشية الانتخابات الأمريكية، والوقت يداهم. الأجواء مواقف التي خرجت عن رئيس بري تعكس مناخا غير مشجعا على التجاوب مع حتى تطبيق 1701 بكلياته، لأنه حتى هذه اللحظة هناك من يحاول التذاكي على المجتمع الدولي عبر محاولة إفراغ 1701 الأساسي من مضمونه، فكيف بك أن يكون هناك بلاس له؟ طبعا يعني فكرة كمان الصحف الأمريكية تناولت الحديث عن بأن زيارة المبعوث الأمريكي من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. هل برأيك أصلا ممكن إسرائيل وخاصة بنيامين نتنياهو أن يقبل بالحلول الدبلوماسية؟ ما الشروط إذن التي سيضعها حاليا مثلا؟ في العام 2006 قبل أي حرب لا بد أن تنتهي بحلول دبلوماسية. نحن طيلة السنة كان هناك مفادون يترددون إلى لبنان ومساع دولية، بكل أسف فوتنا فرصة علينا ربما لحماية لبنان من الانزلاق إلى هذه الحرب المجنونة، هذه الحرب الدموية التي كيف هي الفرصة برأيك؟ أنا لم أفهم هذه النقطة، كيف هي الفرصة؟ كان طيلة عام أتى هوكشتاين وأتى مفادون فرنسيون وأتى مفادون من دول عدة كانوا يحضون لبنان على ضرورة السير بال 1701 كما هو من أجل تلافي الوقوع في حرب شاملة مع لبنان.
كانت الحكومة اللبنانية ومجلس ورئيس مجلس النواب اللبناني يتلكعان ولا يلتزمان بشكل جدي. بعد أن وقعت الواقعة اليوم هم يتحدثون عن الالتزام بال 1701. يعني كان بإمكاننا تلافي ما وصلنا إليه، لأنه وقتها كانت إسرائيل ترضى بتطبيق 1701 كما هو. اليوم ربما أصبح الوضع أكثر تعقيداً. ربما أصبح أكثر تعقيدا، وربما لبنيامين نتنياهو أهدافه الخاصة والأجندة التابعة له الخاصة. يعني حاليا برأيك قائمة أولويات لبنيامين نتنياهو أكثر من ذلك؟ لقد استطاع أن يوجه ضربات قاسمة. يعني منذ أشهر لم يكن نجح باغتيال السيد حسن نصر الله، ولم يكن نجح بتفجير البيجرز، ولم يكن نجح بضرب قوة الرضوان، ولم يكن نجح بتفجير مخازن حزب الله، لم يكن نجح بضرب السنوار في غزة. مع الوقت بكل أسف بنيامين نتنياهو يحقق نقاط مقابل شبه عجز عملي لحزب الله والاكتفاء بعمليات استعراضية هي نعم عمليات ناجحة ولكن مردودها محدود. أن يعني بالأمس بأكيد توجيه مسيرة إلى منزل نتنياهو عملية ناجحة، ولكن إذا ما قورنت بالضربات الأخرى باغتيال نصر الله أو اغتيال أو مقتل السنوار فلا تقارن. لذا يعني سأسألك، هل بالفعل الضربات التي واجهها حزب الله إلى إسرائيل، هل أنت تقيمها بأنها ضربات بالفعل موجعة؟ أنا مزعجة وليست موجعة. هي مزعجة بطبيعة الحال ولكن ليست موجعة. الموجع ما يعيشه لبنان. بالأمس هناك قمم بركانية ضربت لبنان من البقاع إلى الضاحية إلى الجنوب، حيث هناك مراكز للقرد الحسن وغيرها من الغارات. لبنان اليوم تحت مقصرة إسرائيل، وكل معزوفات الردع والتصدي وما إلى ذلك ليست سوى كلام شعبوي أراد به محور منع إقناع جماهيره المضللة بأنه هو باستطاعته ردع إسرائيل، في حين أن ما يستطيع هو فقط تقديم الشعب اللبناني قرابين على مذبح مصالحه. وفكرة برأيك تسريب خطط إسرائيل السرية للرد على إيران، ما المقصود بنشر خبر كهذا في يعني مجمل الصحف الأمريكية والصحف البريطانية وما إلى ذلك؟ ما الذي يمكن أن يفهم من خبر كهذا؟ هل بالفعل إسرائيل جادة في توجيه ضربات لإيران مثلا؟ أتصور أن لما فرن أتوجه لها ضربة بغض النظر عن حجم هذه الضربة ومدى إيلامها، ولكن لما فار سوف توجه ضربة. تسريب هكذا خطط ربما يكون متعمد، ربما غير متعمد، ربما خرق في من الجانب الإسرائيلي، لا أدري. وفكرة بما أننا نتحدث عن المبادرات الأمريكية، يعني نشرت نيوزويك أن أي حرب كبرى في لبنان لن تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ما تعليقك؟ يعني هذه وجهة نظر. علينا أن نتفق أولا ما هي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط، ما هي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني اليوم نحن على عتبة مرحلة جديدة في الإدارة الأمريكية. بالطبع مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أولا في المنطقة هي الحفاظ على أمن واستقرار إسرائيل، هذه مسلمة لا مفر منها. إلى جانب ذلك هناك بالطبع مصالح اقتصادية مع العالم العربي، مع الخليج، مع المنطقة. هناك دور للبنان. يجب أن لا ننسى أن السفارة الأمريكية التي تبنى في لبنان هي من الأكبر في العالم، وبالطبع هذا يعكس اهتمام أمريكي بلبنان وبمحورية أو موقع لبنان الجغرافي الذي قد يفيد بحركية الولايات المتحدة.
سيد جورج، هل تظن بأن بنيامين نتنياهو نجح في تحقيق طموحاته حتى هذه اللحظة، سواء في غزة أو في لبنان؟ يعني حتى هذه اللحظة هو بالفعل حقق طموحاته؟ في الحقيقة بنيامين نتنياهو استفاق على غفلة في 7 أكتوبر على ضربة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل. حينها انتشر الشعب العربي أو مجموعات بهذا النصر، وهو بالفعل ضربة تاريخية موجعة، ولكن من بعد ذلك فقدت حماس وفقدت محور الممانعة المبادرة وأصبحت مبادرة بيد نتنياهو. عولوا وتحدثوا ونظروا كثيرا أن جيشه لا يمكن أن يقاتل في البر، أن جيشه لا يمكن أن يقاتل لحروب طويلة فقط لأسابيع، وأنه أضحى جيشا فارغا من القدرات عقب الخرق الذي حدث في 7 أكتوبر، إلا أنه استطاع في الميدان إثبات عكس ذلك، وهذا ما دفع ثمنه الشعب الفلسطيني في غزة، ويدفع ثمنه اليوم الشعب اللبناني. إذن رهانات محور الممانعة وحماس وحزب الله وكافة أجنحة إيران في المنطقة رهانات خاطئة، لأنها عولت على عجز إسرائيل، في حين أن إجرام إسرائيل يتمادى ولا يمكن ولم يستطع أحد أن يردعه. برأيك متى تصبح إسرائيل غير قادرة على البقاء؟ إنه سؤال يعني يتطلب الكثير طبعاً من التأني بمضمونه، لأن إسرائيل محاطة بحاضنة دولية، وهذا هو واقع لا مفر منه. وأتصور أن الراحل ياسر عرفات حين اختار الذهاب إلى أوسلو، وهو رمز النضال الفلسطيني ورمز القضية الفلسطينية، أدرك ذلك، وأدرك أنه من شبه المستحيل إزالة إسرائيل، لذا اختار التعايش معها من خلال وضع قدم في أرض فلسطين ومحاولة إقامة دولة فلسطينية. أتصور أن طرح جامعة الدول العربية خلال قمة بيروت عام 2002 أي حل الدولتين هو الحل الأنجع، بغض النظر عن أن الفريق الحاكم بإسرائيل اليوم لا يريده أو يريده، ولكن لا حلول في الأفق إلا عملية إلا هكذا حل. يعني سنقف عند هذه النقطة، ولكن ابقى معي سيد جورج عقوري الكاتب والباحث السياسي، لنتابع معا يعني مجموعة من اللقطات الحية التي تأتينا مباشرة من الضاحية الجنوبية. فكما تشاهد على الشاشة تصاعد أعمدة الدخان البيضاء، والتي ربما تعكس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكاتها، تكثف من استهدافاتها ومن غاراتها التي لم تتوقف يعني بطبيعة الحال. وكان يعني أفاد الإعلام اللبناني بأن الاحتلال شن مجموعة من الغارات على عدد من البلدات مثل بلدتي دورس وبوداي في بعلبك، وكان هذا في شرق لبنان. أما في الجنوب كان قد أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتعرض منطقة شبعة والقطاع الأوسط لغارات جوية عنيفة من جيش الاحتلال. كذلك نسفت قوات الاحتلال أحياء سكنية في عدة بلدات لبنانية من أبرزها كفر كلا والعديسة وطيبة ومركبة، وهذا بعد مقاومة للتوغل الإسرائيلي في تلك البلدات. Thank you.
كذلك مشاهدينا، يعني هذه اللقطات هي بالضاحية الجنوبية، الضاحية الجنوبية التي أصبحت شبه خاوية، وهذا بسبب استهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرارها في غاراتها التي اقتربت من مطار بيروت، ولكن يواصل مطار بيروت العمل بشكل طبيعي رغم هذه الغارات الكثيفة والتي كانت في محيط الليلة الماضية، وما زالت الضاحية الجنوبية تستفيق من أثر هذه الغارات. وأظهرت مشاهد كذلك مصورة قمنا بعرضها لهبوط وإقلاع الطائرات من المطار دون تأثر بهذا العدوان. كذلك مشاهدينا، كانت أكدت السلطات اللبنانية بأنها مستمرة في تشغيل المطار الدولي أمام حركة الإقلاع والهبوط واتباع أقصى درجات السلامة حرصا على ربط بيروت بالعالم، وهذا بعد إعلان شركات خطوط الجوية العالمية لوقف الرحلات إلى لبنان. فهذه مشاهدينا مجموعة من اللقطات والتي تأتينا مباشرة من الضاحية الجنوبية، الضاحية الجنوبية التي ما زالت تستفيق من أثار الغارات الإسرائيلية التي كانت طوال الليلة الماضية، وهذه الضاحية أصبحت شبه خاوية من السكان على إثر الغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية، والتي كانت بالقرب مثل ما ذكرت من مطار بيروت، والذي ما زال يعمل حتى الآن بشكل طبيعي رغم هذه الغارات التي كانت مستمرة في محيط المطار في الليلة الماضية. أعود مرة أخرى مشاهدينا إلى بيروت وجورج عقوري الكاتب والباحث السياسي. سيد جورج، لو كان لبنان لديه رئيس حكومة فعلي، مجلس نيابي له صلاحيات، هل كان المشهد سيتغير؟ لو كان لبنان لديه رئيس جمهورية عوض الاستمرار بالفراغ الذي يتعمده الثنائي الشيعي ويستغل رئاسة الرئيس نبيه بري لمجلس النواب لتخطى صلاحياته، فيعرق للدعوات لعقد جلسات ويعيق وصول أي رئيس لا يكون أداة بيد الثنائي. لو كان لدى لبنان حكومة غير موالية بهذا الشكل كبير لحزب الله، لو كان لدى لبنان كما ذكر رئيس جمهورية رئيس حكومة ومجلس نيابي غير مكبل بخيارات بري الخارجة عن الأصول وعن قانون الداخلي مجلس النواب وعن الدستور، كان ربما بالإمكان أن نحمي لبنان إن عمدنا إلى قيام دولة مدخلها الأساسي عدم وجود دويلة إلى جانب الدولة، عدم وجود سلاح غير شرعي إلى جانب السلاح الشرعي، عدم الصلبطة على الحدود وانتهاك السيادة. أي بالمختصر المفيد، لا يمكن للبنان أن يكون دولة بوجود لاعب كحزب الله بهذا البعد العسكري. كلاعب سياسي لا مشكلة، باستطاعته أن يكون كجميع الأفرقاء، وإنما لا يستطيع لبنان أن يقوم من كبوته أو أن يتلافى أي خطر كالحرب القائمة اليوم طالما أن قراره مخطوف من قبل فصيل هو حزب الله. يعني نحن في وضع حرج طبعا وحساس للغاية، وبما أنك ذكرت الثنائي الشيعي، هل تظن أو إلى أي مدى يعني قدرة الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله ربما يكونوا قادران على الوصول لتوافقات سياسية لشكل موحد حتى للتعامل مع إسرائيل؟ أنا أريد أن أبسط الأمور. تفضل. قبل الوصول يعني أريد أن أطرح أمر آخر. تفضل. نحن اليوم أمام طقوس انتحار جماعي يدفعنا إليها حزب الله، والقرابين الأساسية هي الشعب اللبناني ولكن بالتحديد المكون الشيعي. مناطق البيئة الحاضنة لحزب الله من الجنوب إلى الضاحية إلى البقاع أضحت شبيهة بغزة، الوضع مأساوي طبعا. هل يتحملان نتائج عندما يستفيق المكون الشيعي ويرى أن هذه الحرب كانت حربا عبثية في الأساس، لأنها لم تستطيع أن تناصر غزة، لأنه في الأساس نحن ليس من واجبنا فتح جبهة لمناصرة غزة؟ هل حينها سوف يتحمل هذان الطرفان مسؤولية الإجابة بموضوعية
وبجرأة على ما سيسأله الناس. الناس تهدمت منازلها، الناس فقدت أعمالها وسياراتها ومداخيلها وزراعاتها. بكل أسف هناك حالة جنونية طبعا. مأساوية، وعلى تحديدا الرئيس نبيه بري، لأنه يمتلك مشروعية لدى المكون الشيعي، أن يتحمل مسؤوليته التاريخية. لا يمكن أن نستمر بنحر الشعب اللبناني ونحر تحديدا المكون الشيعي بهذه الطريقة على مذبح المصالح الإيرانية، خدمة لمشروع وحدة الساحات الذي هو عمليا إمساك إيران بأوراق في المنطقة كي تكون حاضرة وتفاوض متى شاءت. منذ أسابيع خرج علينا المرشد السيد علي خامنئي ليخبرنا أن هذه الحرب هي حرب بين الشيعة وبين اليزيديين وبين الزيديين. فهمت، وضحت الفكرة. عذرا لضيق الوقت، أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت جورج عقوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه التغطية، ولكن التغطيات والنشرات مستمرة مع حضراتكم على مدار 24 ساعة. كونوا دائما معنا.